رجل أصيب بمرض فقطعت رجله من فوق الركبة، فكيف يمسح عليها في الوضوء للصلاة؟ ليس عليه مسح ما دامت قطعت من فوق الركبة، فليس عليه مسح لزوال محل الفرض، لأن محل الفرض هو من الكعبين فما أسفل، فإذا زال ما فوق الكعبين، زالت الرجل من فوق الكعبين فلا شيء عليه ولا يمسح في هذه الحالة لزوال محل الفرض. نعم.